هنا امرأة طلقها زوجها منذ 4 سنوات ولم يتم تسجيل الطلاق في المحكمة الشرعية في بلدها وتريد الآن أن تتزوج، فهل يجوز عقد نكاحها في بلد آخر أم يجب أن يسجل الطلاق الرسمي في المحكمة الشرعية في بلدها ابتداء؟ أحبائي في الله، أحفظ شيء للحقوق هو تسجيل عقد الزواج والطلاق في المحاكم، لأنه بذلك تحفظ الحقوق وتحمى. أما ما كان خارج المحاكم فالأصل البعد عنه، وإذا لجأنا إليه نلجأ إليه في بعض الصور الضيقة بسبب حرب أو تشرد أو ضياع أوراق أو أما الأصل أن يكون في المحاكم، وعاد عن المحاكم فقط للضرورة. وما كان من الضرورة أي لا يمكن أن نصل إليه أبدا، فعندها جاز لنا أن نسجل في غير المحكمة. أما كأصل لا يجوز، كأصل هذا ممنوع، كأصل هذا مرفوض. نعم.